السلام عليكم. شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. بخير اذا انتم بخير. رب يحفظك. شاكرين التزامك وارتدائك حزام الامان. اكيد هذا هو لحمايتنا طبعا. اكيد مو لكم يعني. اكيد. أي. عندك مخالفه. وهي؟ سيدي. انت السير متوقف. صح. وهذا الكيرف الايمن استدارة على اليمين. نعم. انت من اجيت من السايد الايمن وقفت هنا اثرت على الكيرف اليمين. لو ما اثرت صحيح. اي نعم. اثرت على الكيرف اليمين لو ما اثرت. اثرت ليش؟ يعني لا انت قدرت تعبر ولا فتحت الكيرف الايمن يعبر. قطعت شارعين بحركه بسيطه سويتها وهذه هي مخالفه حد ذاتها. مخالفه. نصيحتك الى نفسك. النفسي اني اساسا. نعم. الرون سايد حتى لو الاشاره كانت هذا فارغه. نعم. ما اخالف. مو الرون سايد. كهايه. نعم. هاي الحركه. نعم. الاعتراف بالخطا فضيله. نعم. طبعا. نعم. هاي الحركه اللي سويتها لاجل شلون اختصر الطريق. أيه. الازاحه. أوكي. بالضبط. بس طبعا هذا القانون. فاعرف كل القوانين لذلك. المفروض انا اكون قدوه للاخرين. انا اتمنى لك كل الصحه والسلام. ها؟ افتخر افتخر بي. اعتبره ممنوع. صح فعلا. القانون هذا ينحط على الراس وبالبيريه. اكيد. بس ما ينحط بالسياره. هذا شعار يمثل بلد. هذا شعار يمثل بلد. يمثل وطن. اجازتك سنه وانت